Bonjour tout le monde, bonjour les filles et bonjour les mamans, ça va qui dérive le bessalikum. J'espère que nous sommes bien à la fin. Oui, le cas vidéo d'Yeli et Ahoua Jayde, Inch'Allah, qui dérive ma hâte l'hajj s'ihi, Washer Kumbroka, Allah y'a t'chil alikum, Psahou Salamé, Inch'Allah, tout l'amour, Bachemet Mnitu, Wihid, Elna Rabbi, Hadlouaba, Ouibed, Elna Kulchar, Kulmakro, Wihfadlina Bled, No Malikna, Wihfadna, Wihlina Shab, Wahid, Moutamasik, Feliou Majid, Inch'Allah, Makum, Bzef, Diel, les recettes, الحاجة غنبدا معكم اللي هي هنايا كنت عجنت شوية ديال الخبز. غادي نوريكم الطريقة اللي غندير ليه. العجينة العادية المعتادة هنايا درت فيها شوية ديال الفينو شوية ديال السميد وشوية ديال الفرص خلطتهم كاملين. غادي ندير الشكل ديال الكوميرات. هنايا ديجا سبق لي عجنتها درت غير شوية. ديجا كان عندي الخبز غير هكا بغيت ندير هكا دي باكيت اللي كيجيو صراحة سامبل وزوينين. عجنت العجينة مزيان وخليتها ترتاح فغيمون حتى طلقات ليا مزيان. ديجا دايره الطويجي للغدا كما كيبان لكم هكا حدايا فوق البوطه. هنايا كنعجنها مزيان مزيان كنحاول نحيد منها غير هكا الهواء. غادي نقسمها هكا كويرات يكونوا شويه متساويين. غادي نرش شويه البلون طافاي ديالي. ما نحاولوش نرشو بزاف. هنايا كما غتشوفوني ما رشيتوش نهائيا. خاصها تكون كتلصق معانا شويه ما خاصهاش تكون ناشفه. خاصها تحسوا بها كتلصق كما كتشوفوا معايا فهي راه كتلصق ليا هكا في يديا. وصافي نديرو كما قلت لكم كويرات وغنرشو شويه البلون وغادي نخدمو. نسرحوها هكا وغادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نقادها هكا للباكيت. حاولوا البنات تفيكسيو. غادي نبدا نتني وان فوا كنتني خاصني نبقى نزير هكا بصبيعتي. حاولوا البنات تفيكسيو مزيان مزيان. فطريقته صراحة سهلة غير اللي ما بغاش. نقدروا نحيدوا العكز ونديروا دي باكيت او الخبز ديال ساندويتش بهاد الطريقة. نيت نقدوا الكومير نقدوا الخبز السميدة الكومبلي اي حاجة كتباع على برا فنقدروا نقدوها ونقدوها في ميزون نعرفوا اشنو قدينا فيها بطريقة اللي تكون سهلة بزاف بزاف وفي المتناول الجميع. صراحه هما حتى شي واحد ما دادش كيعرف فكلشي كيتعلم. نحاولوا نتعلموا ونبسطوا الحاجه اكثر ما يمكن باش نقدروا نديروها ويجي التطبيق ديالها سهل. فكيما شفتوا معايا الطريقه فكنحاول نبسطها هكا تقريبا جايه للشكل ديال المستطيل ونحاول هكا نتني ونفيكسي بصبيعتي هكا نحاول بحال كنرو ليها ونسدها مزيان مزيان ونحاول نحرب لها كما كنقولوا هكا تجينا هكا طويله ونحطها في الطاوله ندير بيناتهم واحد لاسباس ونخليهم حتى هما شويه يرتاحوا معايا وصافي. وغادي نشارك معكم واحد الوصفه اخرى اللي انا متاكده ان الاغلب يعمرهم ما جربوها. واحد الوصفه اللي سهله واحد التحليه اللي اكثر من رائعه. كما راكم عارفين فشهر رمضان المبارك قرب يعني جات الوقيته ديال التحليات اولا لي ديسير اللي كيكونوا هكا باردين شي حاجه زوينه للسحور بزاف بزاف. وبطبيعه الحال شي حاجه اللي ما تكونش فيها قوه السكريات باش ما تعطشناش لغد ليه. نحاولوا ما امكن الا قدرنا تكون حاجه طبيعيه ما امكن. نحاولوا نقصوا منها هكا السكريات نقصوا شحال من حاجه وصافي. فهاد التحليه غادي تجربوها وان شاء الله غادي تنال اعجابكم. هنايا لي باكيت ديالي ها هما. غادي نحاول نشرحهم هكا بشويه ديال شي غازواغ او لاموس. هنايا هاد الغازواغ حاطه خصيصا هكا لي باكيت. كنفلحو بهاد الطريقه وكنخليه نغطيه هكا شويه باش يخمر ومن بعد ندخلو للفران ديالي يتحمر معايا. فهنايا قبل غادي ندوز نشرمل شويه ديال لادند. غادي ندير الشرموله غادي ندير هكا شاورما وغادي ندير ليه واحد الشرموله اللي صراحه اللي كتجي زوينه بزاف بزاف وصافي باش نخليه يرتاح وندوز نوجد معكم التحليه. هنايا اول حاجه عندي ليمانسي هكا لادند قطعته اون ليمانسي. كنهز دانون مسوس اولا كريم فريش اولا اللي بغيتو. هنايا درت دانون سوس تقدروا ديروا بير لي خضر. فراكم عارفين ديما كنستعملو بزاف بزاف وكيعجبني لو كول اللي كيعطي. كندير شويه المليحه البزار الخرقوم شويه الكمون. التحميره صراحه ما كنديرهاش فيهم. الا عندكم شي تعطريه الشاورما تقدروا ديروها. فهنايا ما متوفرش عندي قطيت باللي عندي. درت معلقه ديال الصويا صوص وشويه ديال الخل وبطبيعه الحال الموطارت وكنخلط مزيان مزيان. الخل ماشي غير شويه حاولوا تكثروا من لا كونتيتي حيت هو اللي كيخليه لنا يجينا رطب ويجينا فتي وصافي. كنخلط هادشي مزيان مزيان وكنزيد لادانت ديالي على هاد لا ماريناد اللي قديت وكنخليه يشرب مزيان الدغميره. هنايا خليته تقريبا ليله كامله قديته فوقيت الغدا وخليته حتى الليل وطيبته العشاء وصافي. كنحاول نخلط مزيان مزيان ونغطيه ونخليه حتى نطيبو.
كيما كتشوف معايا جيت نقد معكم لا غسيت اللي هي الفلون بالبربا اللي كيجي اكثر من رائع. شي حاجه اللي واو في المذاق، عرفتي ما نعاودش لكم البنات، نتمنى منكم انكم تجربوه. كنحتاجو فيه ساشي فاني، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الجيلاتين اولا ساشي ديال الفلون فاني اولا اللي كان عندكم، وثلاثة ديال البربات اللي كيكونوا موين بعد ما كنسلقهم، ما كنسلقهمش بزاف حتى كيهراو، المهم سلقها هكا غير كيكونوا طيبين وصافي. كنقطعهم هكا طريفات، كندير معهم شويه ديال الحليب وكنطحنهم زين، ومن بعد كنزيد لهم الحليب الاخر اللي بقى عندي وصافي. كنطحنهم فريمون مزيان مزيان حتى كيوليو عندي، تكون عندي بحال شكل ديال شي حاجه سائله، ما نحسش بدوك الحبيبات ديال البربا باقيين وصافي. هادشي اللي كاين، كنزيد عليها الفلون اولا الجيلاتين اللي عندكم، تقدروا تعوضوا كما قلت لكم الفلون بالجيلاتين فليكم الاختيار وصافي. وكنزيدو عليها كذلك ثاني ديالنا والفاني، هادشي اللي كاين، وكنديروها فوق البوطه كتغلى مزيان مزيان حتى كطلع معاهم الغليه بحال كنقدو الفلون عادي. وبصحه وراحه كنديروها في الكيسان اولا ليفيرين اولا فاش ما غادي نديروها، فاش ما غادي تدخلوها للثلاجه كنخليوها تشد راسها مزيان مزيان واحد 3 سوايع حتى لربعه وكنخرجوها. وبصحه وراحه صدقوني يا البنات واحد المذاق اش غنقول لكم هائل هائل، ما نعاودش لكم لا شكلا ولا مضمونا ولا مذاقا. وكتعرفوا انكم درتوا شي حاجه اللي كتكون صحيه، عرفتوا شنو درتوا، تقدروا تعوضوا البربا بخيزو، تعوضوها بشي فاكهه الا كتعجبكم. صدقوني البنات النتيجه اكثر من رائعه في اللون ديال البربا، انا متاكده انكم ما تكونوش جربتوه من قبل. كنكمل على هذا الشكل حبيباتي حتى كنعمرهم كاملين، كنحاول نوازن بيناتهم، ندير نفس القياس اللي درت فادي هو اللي ندير فادي. تقدروا ديروا كيسان، تقدروا ديروها كي يكون كبير فليكم الاختيار، ديروها كفلون يكون كبير. كما قلت لكم تقدروا تعوضوا البربا بخيزو، ولكن راكم عارفين الفوائد ديال البربا، وصراحه هذا الفلون كيعجب بزاف مالي نطار. غير كما قلت لكم حاولوا تخليوه ما بين 3 سوايع حتى 4 سوايع حتى كيشد فراسو مزيان مزيان وصافي. وبالصحه والراحه كيجي اكثر من رائع والله العظيم يا البنات، ما نحتاجش نشكر لكم، جربوه وردوا لي الخبر. وكما قلت لكم انا متاكده بلي شحال من وحده تكون ما عمرها ما جربات وما عمر ما طحت على الفكره ديال ان البربا كنديروا منها فلوم. هنايا حطيتهم في بلاطو هكا باش نقدمهم، وهنايا جبت الخبيزات ديالي من الفران هكا دي باكيت، كيجيو يا البنات مقرملين وخاويين من الداخل، فريمون خطيرين وبنينين واحد والله العظيم يا البنات الا عرفتي تبعوا غير الطريقه صراحه كيجيو بنانين بزاف بزاف. هنايا ما رشيت عليهم لا فين ولا والو، كما كتشوف معايا فريمون مقطنين وخاويين من الداخل. غير كما شفتوني دهنتهم بشويه ديال الماء فيه السكر، راكم عارفين المول ديال لي باكيت راه خصيصا ديال لي باكيت كيكون باين كيكون طالع من الجناب، هو اللي كيخليها انها تحمر من الجناب. فهنايا ما عنديش، فبطبيعه الحال خاصنا نبداو نقلبوها هكا غير باش تحمر من الجناب، ولا ندهنوها بالماء والسكر. وهذه هي البربا ديالنا بعد ما شدات راسها، واحد القوام يا البنات، واحد لا تيكستور، واحد المذاق كما كنقولوا شهوه منه. المهم زوقت غير هكا بشويه ديال البربا باش يبان لكم بلي راه ديجا فيها البربا، غير هكا التصويرات وصافي. والمذاق اكثر من رائع يا البنات، تقدروا تزيدوا مع البربا الفخيز الا بغيتوا، تقدروا تزيدوا الفرومبواز. المهم انا عطيتكم كفكره طريقه ديال كيفاش تقدوا مثلا اي فاكهه اولا اي خضار كيعجبكم تقدروا تخرجوا منه فلون كيجي اكثر من رائع. مثلا تقدروا كما قلت لكم خيزو، فديجا جربت ديجا سبق لي جربت فلون ديال خيزو كيجي كذلك بنين بزاف، غير ما درتوش مع الحليب درته مع الليمون، فليكم اختيار. وهكا كيجي وبصحه وراحه. كما قلت لكم غادي ندوز نوجد العشاء، غادي ندير فيه شاورما. فسبق لي قديت معكم لا ماريناد اللدن ديالي، تقدروا ديروا صدر الدجاج اللي متوفر عندكم. حاولوا حبيباتي هاد لا بيريود نديروا سيستيم تاع ديباناج، ما نكلفوش راسنا بشي حاجه اللي ما كايناش. هنايا درت شويه الزيت في المقله، زيت عادي زيت المائده، ودرت هكا غير كنشوف واش سخونه ولا لا. المهم كنحاول نجرب غير هكا، ما نقربوش يدينا غير اون فوا كنحسوا بلي راه الصهد بدا كيطلع يعني راه ديجا سخنات. كنزيد عليها لدان ديالي كنطيبو مزيان مزيان وصافي. ومن بعد غادي ندوز نوجد الخس والخيار والمطيشه داكشي كامل اللي غادي نحتاج اللي غادي ندير هكا في الشاورما ديالي اولا لي ساندويتش ديال الشاورما. هنايا غادي ندير فيهم بصله بطبيعه الحال، كتعطي واحد لوكو رائع، كتكون كروستيون بطبيعه الحال، ما كنطيبوها ما والو، غير نحاولوا نقطعوها هكا شرائح اللي يكونوا رقاقين ونحاولوا نفرتوها كما كنقولوا جناح. كذلك غادي نقطع مطيشه دي ترونش والخس كذلك نحاول نقطعوها هكا شكلات اللي يكونوا اولا احجام اللي يكونوا صغارين.
وصافي تقدروا ديروا لي كورنيشون الى عندكم، ديروا الزيتون الى عندكم. فانا ميم طفرنيش عندي لي كورنيشون ما درتهمش كما قلت لكم نيت سيستم تي وصافي. هادشي اللي كاين الخبز ديال الشاورما ديجا كان عندي، غادي نقاد هكا لاصوص، غادي ندير عندي شويه ديال لي صوص، عندي اندلس وعندي بيكي، غنحاول نخلطهم. تقدروا ديروا مايونيز، تقدروا ديروا صوص كوكتيل، كاتشوب وكاتشوب ولا موطارد ولا مايونيز كتعطينا صوص كوكتيل، او لا صوص غوز اللي هي مايونيز وكاتشوب. ديجا شاكس معكم لا مايونيز في ميزون، شاكس معكم تبع لي صوص. فهنايا درت غير الصوص اللي عندي اللي مطفرين عندي، ما طلعتش لا مايونيز ما والو، خلطت غير هكا جوج ديال لي صوص اللي كانوا عندي وصافي. كندهن بهم، كنحتاجوا بطبيعه الحال فرماج ساندويتش صافي. راكم عارفين الطريقه ديال الشاورما. المهم اولا الاهم من هذا الشيء كان هو غير لدان يكون مشرمل مزيان وتكون فيه شي شرم اللي تكون فريمون بنينه وزوينه وكما كنقولوا تكون مقومه. وراكم عارفين الحاجه اللي كتعجب الصغار والكبار واللي كتكون صراحه كومبانيمون بزاف مع هاد لي فاست فود اللي هما لي فخيت. في هاد الاثناء قطعت شويه ديال البطاطا هكا فخيت، درت هكا الثقله كما غادي تبان لكم، وجد كما بان لكم كامل داكشي اللي غادي نحتاج حدايا. فخوماج ساندويتش لدان بالطماطه حطيته في الطبيصل باش يبرد معايا شويه. البانينيوز كذلك درت هكا تسخن. هنايا تقدروا تخلطوا لي صوص في شي جبانيه وتدهنوا بهم، اولا انا هكا اختاريت غير نبقى نعصر هكا شويه. وفخوماج ساندويتش كذلك كنفرش شويه ديال الخس، مطيشه، البصله، المهم لا غارنيتور كامل اللي عندنا. صافي وكندير فخوماج ساندويتش كذلك ولا داند. تقدروا ديروا اي حاجه كتبغيو وتسبقوا اي حاجه بغيتو، وتقدروا كذلك تزيدوا لي كورنيشون زيتون خضر او زيتون كحل اللي بغيتو. كنكمل على هذا الشكل، كندير هاد لي مورسو ديال فخوماج ساندويتش كنلويها، كنديرها في البانينيوز بعد ما قلت لكم فاداتها تسخن شويه باش يتبريس عليها شويه. كنكمل هاد لا كونتيتي اللي عندي كامل والخبيزات اللي عندي كامل، وكذلك ما كنساهاش على الفريت ديالي، كنحاول هكا مره نقلبو شويه وصافي. بالصحه والراحه، تشوفوا معايا الطبق النهائي اولا الشكل النهائي ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديال الشاورما ديالنا، كتجي بنينه بزاف بزاف. وكذلك الشكل النهائي ديال الفلون اللي كيجي كذلك رائع، والطعم ديالو اكثر من رائع. نتمنى منكم انكم تجربوهم، علاش لا، كنفرح بزاف الا كتجربوا لي غاسات اللي كنعطيكم وكينجحوا. فشكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا على الدعم، الى فيديو جديد ان شاء الله. وعباشركم مبروك، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو يا ربي، نهاركم مبروك حبيباتي. ميرسي بوكو.